مشكلة ديال الحوادث السير في المغرب مشكل جد شائك. الإحصائيات ديال السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير في بلادنا تدل على استقرار في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015، لأن هي السنة المرجعية ديال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. ولكن ملي تنحلوا هذه الإحصائيات تيتبين أن نسبة القتلى في فئة مستعملي السيارات تقلص ب 30%، في حين ارتفع عدد الضحايا من فئة مستعملي الدراجات النارية بنسبة 31%. اليوم أصبحوا تيمثلوا حوالي 40% من مجموع قتلى حوادث السير مع الأسف. وباش نواجهوا هذا الارتفاع هذا سطرنا برنامج عمل متكامل سميناه الدراجة الآمنة، تيتم التنزيل ديالو حاليا. وأهم يعني المكونات ديال البرنامج هو توزيع 50,000 خوذة وقائية، تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وكذلك تعزيز المراقبة الطرقية على مستعملي الدراجات النارية من خلال تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، ولكن أيضا تحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وأخيرا تعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية. من جهة أخرى تنعملوا حاليا على تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 باش نعدوا المخطط الجديد لفترة 2024-2030 تيتماشى مع الأهداف الأممية، وتيبقى الهدف ديالنا هو الخفض ب 50% من عدد القتلى في أفق 2030 إن شاء الله. شكرا.